وينك اليوم؟ لا جيت الكلية ولا رديت على التليفون، كلهم مستغربين انك ما جيت. تصدق توني قايم؟ ما حسيت بعمري الا من ساعة. والله ما حد متهني غيرك. وليش بعد؟ تعرف الدكتور قال سالم أول مرة يغيب وما بسجل غياب، لا وفوق كل هذا يعيد لك الامتحان. يا رب بس عطني ربع حظ سلوم. سلوم. أوي وين سرحت؟ ما سرح. قم خلنا نتمشى. قم. اقول لك شو رايك اليوم نروح سينما؟ متى؟ بعد صلاة العشاء. خير طيب في شيء؟ الحمد لله والشكر بلا هذا. بروم شو بلاك؟ ما اعطيت الريال فجة، يمكن مشبه ولا شيء. زين يروم يقول السموحة او شيء، مو بيروح بهالطريقة الهمجية. اقول لك طف 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 وصلني لك. كان يبوهك. ابوي تقعدني بروم ربيعي. هذا بروم ربيعي شاف وحدة في الباركنات وغازلها زي ما توهقنا ويابت الشرطة. انتم ما تستحون على بيكم، ما تخيلون انكم خوات. شو فيكم انتم؟ هادين الدنيا كذا فوضى. ان شاء الله الوالد ما راح يتكرر الشيء. ايه هذه يوم ما تعيطون من رمسة تشردون. الو. ها شو سويت من الموضوع اللي قلت لك عنه؟ انزل الله خليك اعطني فرصة. اعطيتك فرص وايد. اعطني فرصة الله خليك بس افهم بابو من الموضوع. انا ما يخصني، قلت لك الموضوع خلص لي اياه وصار وقت. ابراهيم يبي لحد يفهم الموضوع عدل. اسمع انك فضل تفلسف وايد ولا رقبتك مبطية. لا خلاص ما له داعي ان شاء الله اللي تبيه بيصير. اها شو سويت؟ طال عمرك انا كلمته وقال لي خلال هالكم من يوم راح يخلص الموضوع. قل لي اذا ما خلص الموضوع راح اوديه 60 داهيه. وقل له لا يلعب مع الكبار، نحن مو متفاجئين. هذا قالك طيب تامرني على شيء ثاني طال عمرك؟ خلاص روح. نحن مو محتاجين، هم اللي محتاجين. وانا لازم اضرب عصفورين بحجر واحد. وهذا كان درسنا لليوم يا شباب. قبل لا انسى شيء، هناك مشروع للتخرج لازم تسوونه، فاهمين يا شباب؟ فاهمين. سالم. نعم دكتور. وين فكرك؟ وين راح يا سالم؟ اخوكم سالم راح يوزع لكم اوراق A4 ولاحقا ان شاء الله راح اقول لكم بالمقترحات اللي راح تسوونها في المشروع.
شو سويت؟ عندك ولا؟ صدق خلود بعد ما سويت شيء لازم اسوي الشيء اللي يبونه. سوي اللي قالوا لك عنه. ترى ما بتكفر. قل لي كلمتين امورك طيبة. والله نفس ما تقول بشوفني. اليوم بشوفك تصدق. وشو صار في الموضوع؟ يعني وديتوهم الجهات المعنية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. استريح استريح. ها يعطيكم العافية ويجزاكم الله الخير. مع السلامة. خير يا أخوي خير. أشوفك كئيب ومتضايج. ما من شر. شر ميك. والله مكسر خاطري إلا هالشباب الصغار. والله إن صغار مسوين شي في أعمارهم. ونحن شو بدينا نسوي غير ان نوعيهم على ما يقولوا الصاحب ساحب. صدقت يا عبد الرحمن والله انك صدقت، بس هذه المشكله انها آفه وانتشرت بين الشباب، بس بفضل الله ثم بفضل جهودكم المتواصله راح نقضي عليهم واحد واحد. العطاري ايش موضوع سالم وابراهيم؟ ايش سويتوا فيهم؟ والله هي اللي سالفتهم وايد مشربكه ومعقده، بس ما عليه نحن متابعينهم. شو اخر المستجدات اللي وصلتوا لها؟ اللي وصلنا له ان في واحد منهم يبغي واهق الثاني، بس ما عليه نحن مراقبينهم. زين طرحنا ليه الحين ما عرفنا كيف نطرح الموضوع؟ مجلة ولا موقع الكتروني ولا فيلم وثائقي؟ انا اقول نسوي فيلم وثائقي توعوي، لان الشباب اللي عندنا نصهم مسوين يا مجلة يا موقع الكتروني. زين يا جماعة الخير الفيلم عن شو يتكلم؟ انا اقترح نوعي الناس الموضوع الارهاب والفكر مختلط. لا 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 صالح الحمد لله نحن عايشين بخير وبنعمة. هما عندنا هالسوالف بلاد. زين على شو بنتكلم؟ إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على مجموعة من الآسيويين حاولوا بيع المخدرات على مجموعة من الشبان بعد التحري ومراقبة المتهمين إلى حين تم إيقاعهم. بس لقيته نسوي فيلم عن مكافحة المخدرات، كيف نقدر نوعي الناس؟ إيش رأيكم؟ أنت شو فيك ما شاركنا إلا بكلمتين؟ برون يعني شو تبيني أقول لك؟ ترى أنتوا اتفقتوا على كل شيء. زين تراك ما شاركنا وايد، انت فيك شيء؟ لا ما فيني شيء. ليش يعني؟ ما ادري بس احس شكلك بتغير. انت يتهيأ لك. حسن يا حسن نبرك تم فيك وفي الساعة اللي عرفتك فيها. انت شكلك تبان يا طول وجهك. لا 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 انت تبان يا جناح عينك. ليك طال عمرك عندك هاليومين اذا ما خلصت الموضوع عيونك هاي بجلحها. سالم ايش فيك يا سالم؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء دكتور، بس يمكن مرهق من الدراسه شوي. بس مبين من درجاتك انها متدنية جدا. شو اللي حصل؟ قل لي عندك مشاكل؟ عندك ظروف معينة؟ بتعدي ان شاء الله تعالى. لازم تتوكل على الله سبحانه وتعالى وخلي ايمانك بالله كبير وتشد حيلك وترجع لدراستك. مفهوم؟ ان شاء الله دكتور. يلا تقدر تروح الحين. شكرا دكتور. يلا
حاسس ان سالم في شيء. طيب غير غير بدل، يمكن يكون مرقوق من البيت. بس انا لازم اعرف شو فيه. هذا شو يسوي؟ بيورط نفسه رابع لي خالد؟ هلو هلا. لا والله ما شفت الواتساب. خلاص اوكي، على الموعد. يلا حياك. هذا يستهبل ما يرد. ها رد ولا لا؟ لا والله ما رد. والحل الحين محلولة، أنا عندي نسخة من الأسئلة وبيعدل الموضوع وبعطي المايك حق صالح وانت عليك التصوير. خلاص تمام. ها شباب جاهزين؟ جاهزين. بداية نرحب فيك ونشكرك على مشاركتك لنا في مشروع تخرجنا اللي يتكلم عن خطورة المخدرات. الإعلامي عبد الله، سؤالي الأول، شو تقول عن المخدرات؟ في البداية أكيد أشكركم أنكم اخترتوني أكون معاكم في هذا المشروع، مشروع تخرجكم، وهنيكم أنكم اخترتوا موضوع مميز مثل هذا. المخدرات اليوم ممكن تدمر حياتك، ممكن تنهي حياتك بالكامل. أختار المخدرات يمكن كثير منا ما يعرفها، لكن المخدرات ممكن تعيشنا في وهم باقي عمرنا كله من غير ما نكون حاسين. ما هي خطورة المخدرات على المجتمع؟ تعتبر المخدرات اليوم دمار شامل للإنسان وتأثر عليه وعلى المجتمع وعلى كل أفراد عائلته. ممكن نحس بنشوة المخدرات لدقائق أو لثواني، لكن ما نعرف شو الآثار السلبية اللي ممكن تستمر معانا باقي العمر. بماذا تنصح الشباب؟ قبل أنصح الشباب أحب أقول إن دائما رجال الأمن ترى مقصرين، قايمين بدورهم على أكمل وجه بحملاتهم للتوعية الخاصة بالمخدرات وبكل الدور اللي يقومون فيه. لكن المخدرات علاجها قبل لا يكون في المصحة، أنا أشوف أن علاجها صراحة المفروض يكون في البيت، لأن كل أفراد الأسرة لهم دور جدا كبير على علاج مرضى المخدرات. وأنا ما أقدر أسميهم مرضى، ممكن أسميهم هذيلا ناس مدمنين على شيء معين، لكن مثل ما أدمنوا عليه يقدرون يتخلصون منه بكل سهولة. وأنا حي فيكم هذه الروح الجميلة أنكم اخترتوا موضوع ما يخصكم أنتم بس كشباب، يخص كل الشباب اللي كانوا من جيلكم. أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى أن كل الشباب يقتدون فيكم، وأن كل واحد منهم لما يسوي مشروع تخرج يسوي مشروع يقدر يخدم ويرفع فيه رأس بلاده. ما شاء الله عليكم يا شباب، جهد جبار الصراحة، فيه توعية ورسالة مهمة جدا للمجتمع، لأن للأسف الشديد المخدرات صارت آفة منتشرة في هذه الأيام، فلازم نكون واعيين يا شباب. حافظوا على أعماركم وعلى أهلكم وأصدقائكم ووطنكم. مشكورين، ما قصرتوا يا شباب، ما قصرتوا. سالم، إبراهيم يقول صار الأسبوع كامل يتصل وانت ما ترد عليه. شو فيك يا ولدي؟ ليش مسوي في نفسك كذا؟ إبراهيم يقول قدموا مشروع التخرج وانت ما جيتهم، يبون يحتفلون وياك. سالم ليش ما ترد؟ شو تبيني أرد؟ هم سووا المشروع خلاص. أفا يا ولدي، أنا علمتك تكلم أبوك بهالطريقة؟ أبوي دخيلك مو بناقص مثاليات، عندك شيء ثاني؟
زين هذا متصل شو ارد عليه؟ عطني انا برد عليك، ممكن تخليني في حالي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ها شو تبي انت؟ تستهبل؟ لا جيت التصوير ولا جيت اليوم عرض المشروع. برهوم دخيلك مالي بارض. زين مالك بارض للكلية، نحن ليش ما تتلاقى معانا؟ اسمعني اسمعني، اقول لك بنتلاقى اليوم العصر على البحر. هيه هالكلام اللي ابي اسمعه. تم يلا باي. بلاك تصدت جات الحد. برهوم نحن من الصغر ربع صح ولا لا؟ زين شو الجديد؟ قوم قوم خسوي رياضة. اصبر ما خلص كلامي. خذ. شو هذا؟ برهوم دخيلك خذ. وكيف تباني اخذ حبوب وانا ما اعرف شو هي؟ برهوم هذه بتفيدك بدراستك وبتفيدك بحياتك. مخدرات؟ تكلم مخدرات؟ هي مخدرات. هذه مخدرات مو بحبة بروفين ولا صداع عشان اخذها. برهوم دخيلك خذ، واذا ما خذيت من الذبح انا وده. ليش مو بهم نفسهم اللي يعطونك هالحبوب؟ بيذبحونك لكن طريقة ثانية. غبي غبي غبي، عمري وحياتي ما توقعتك بهالغباء. برهوم ارجع والله بيذبحوني. برهوم انا ربيعك يا اخي، لازم توقف معاي. قوم لا تعرفني ولا اعرفك. وقف وقالك لا تحرك. باع الارض باع المكان باع الوفا باع الحنان، وش وصالك لهالمكان؟ ارجوك ارجوك لا تخطف دموع عمك وابوك، تهجر صديقك او اخوك عشان تبقى في ذا المكان. خلاص يكفي هالسموم ما دابلك غير الهموم، يكفي تعذب نفسك بنفسك. خلاص خلاص يكفي هالسموم ما جابلك غير الهموم، يكفي تعذب نفسك بنفسك. خلاص ليش؟ شو اللي حدك على هالشيء؟ ورطني معاك. اسكت عني اسكت عني، راسي بالفجر بالفجر. من شو؟ سواد ويك اللي مسوينه. انا ابغي اعرف متى وكيف وليش. ليش ليش ليش؟ برهوم انت ما تعرف شيء، انا ما حد حاس فيني. امي همها كيف تتونس وتطلع، ابوي همها كيف يشتغل ويجمع الفلوس. مو بعذر مو بعذر اللي يخليك تتعاطى. انا اصلا كنت شاك في تصرفاتك اخر فتره. وجهك مو طبيعي، تصرفاتك مو طبيعية، غيابك عن الدراسة وتعنيفك سواد خاصة ذاك اليوم. أخي هذا نسبوك بعد، الحين قوموا ودوا لي إياه. هذا برهوم ربيعي، شاف وحدة في الباركنات وغازلها زين ما توهقنا ويابت الشرطة. أنتم ما تسمعون عليكم، ما تخيلون أنكم خوات. شو فيكم انتو؟ هادين الدنيا كذا فوضى. والله مالي ذنب، والله مالي ذنب. Thank you.
بعد السماع للمتهمين والشهود والنظر إلى أوراق القضية، حكمت المحكمة حضوريا على كل من: أولا المتهم إبراهيم محمد بالبراءة من التهم المسندة إليه، ثانيا المتهم خالد فهد والمتهم سالم جمعة بالسجن 4 سنوات لحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي. رفعت الجلسة. أريد حل وليش أسأل، وحل المشكلة بيدي وأنا بيدي خسرت الحل، خسرت الحل، خسرت الحل، خسرت الحل، تجاربهم برفاق السوء أنا تأثرت، غرقت في بحر الأوهام، شباب انهار وتحطم، أنير ودربي خذوا بيدي لنبراس الحل والمشعل، أنير ودربي خذوا بيدي لنبراس الحل والمشعل، أريد أرحل أريد.